كتابك الوسير أعلام النبلاء، كتابك وكتابك اسمع دعوتي السلف اسكلي الإمام الذهبي معير وانصار كوريا، كتاب أصحاب محمد كتاب لغو مقعبنا وأجراء وكتب تاصلا ما أركتي وكتائب ما كتب عجائب تودالة السحابة ما كان الله قال لي دوقف قف كسو مسلمه أما طالب علم والبقو حاوكو خسبيني هاي إنه كتاب كاس على الأقل وحكا برتو وحنا ما كان كدراسي نينك آن هدا وحكا أقرسانا إنه كتاب كيسو حلو عبد الرحمن رأفة الباشا وانين أديب أديب أو سوغان يستاء أو سوغان تأدي أدوك حال دير سورنا وهو شيء خاص وده شيء تضبي تماك بالرمضان كن يسدح بقول صدني يسديد وفي بنات مرك وحسك قروا سدا أفرت أبريل كوب بيجان كن يسجال بقول لباتا مرقين كتاب كيس إن لآخرين دورا بالأبريل مرك كسو وريكتو انت صوص صنوك مرقين بالرمضان وقت وده شيء إنه كوب بيج متون تلاك وسك قري ما أنت إلهي سبحانه وتعالى وفجي وإنك أفرد إن كتابك هل كا يسور يحارب إيمالها سوح كسو برتي إلا وكوهيستا شهادة الدكتورة أو بي ايدية معرفتي في العلوم الشرعية وكوهيستا كتب بضم بولي كما حكمت صور من حياة الصحابة وعاكلوا كحيك صور من حياة الصحابة التابعين دي إلهي نوافجيه وعاجر هذا أرض البطولات قصة تاريخية بوكا قرن وحاولي هذا كتب رواية تاريخية وحولي علي بن الجهم تاريخ دي سقراه حياته وشعره وحولي هاي الدين القيم كتب انت على اقبول يا شيخه ولذلك مرق قرن اسلوب كيس واسلوب ادي قرح بضان وقفك عربي وبحسين ادي دردن صنيه وحن مركي سايكي نحبح يا ايدينك يا شيخه باذن الله سبحانه وتعالى صان كبرار الجن كتاب كان طبعا هذا نقرنا انس بن مالك بكب الله بنيسا هلك داونلود كالذي صوت ديري وكب الله بنيو وكب الله بنيسا حبيبي سعيد مرك ان شاء الله سعيد بن عامر الجمحي وكب الله بنيو وفي ما أنت أنا نهيسن دجاجة مكبرة جسمي دل سبحانه وتعالى وعند شو ده إن مركز سدات كوقف أيديستان هنا لقبينه سسارو أدي عن درن إقبال وطلبة العلم أساسا كود الدون سيقف كل وقت ينو قف أيده تاريخ ذن أبو علي أدي كلنا إيضا شيء كان ضو ضو بدون مركز عن درن إن ماش عز وح متابعين يا أما كتابك رنتي حسيني هدو سنجيل أنس بن مالك أما أنس بن مالك الأنصاري شيخ وحعادة وآه عنوان يربو هصدقا اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له إلهك وارزق أنس مال إي أولاد أنا بركة نبي قد دعاء لقد دعيه سحابي والبابو حو هصدقا يا تايتل ير أما هالكو ديك ير وآد يدقو عام بحي مارك أنس بن مالك نبي قد دعيه محالة قد دعيه حالة محالة قد دعيه أولاد معنا مصر ما نسديل يقول حول بضن الله كسي أولاد فربضن لكن معها مهمة أولاد هو النوع حوله هو النوع حول النوع مركز سوي النبي قال وبارك له مركز دعاء النبي قال مركز كؤر رتب تاريخ زي مركز مبحن كان أنس بن مالك في عمر الورد وحوءها عمر كيسة وقوق روح ضبضن وقوق الرية حين لقنته أمه مركي هو يدي أقول لقنتي الغميصة الذي جرى الشهادتين يعني عمر الورد أبا ورد وأبح أبا حنوى شيئا قرح البضان إشا رنتي أرام بمعنى المهنة مركا يريهين آد بقرح بدين عمري أبح أهاب وكجر بمعنى مركاس أيوح أها الميرو مركا دا شيء أما ونوعا ما من ولد جيدا وردي وحقاري مركي وحانا قاب ونقضي ونقضي قف معركتي رنتي قرشالي مركو ونقضيه مرك أنت ومرك وردقو كي ماذا وأترعت فؤاده وحا أي كبو حسي لابتيس الغضة يضو مرك عصب ولي بحبا أني قلن بحب نبي الإسلام نبي محمد بن جعل محمد بن عبد الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وحا أقوانا كسن عيالك الوبر قرام قرايو أو لقبو حياي وامحي إن إسلام كلا جعل هذا مركه وأترعت فؤاده أي ملأت فؤاده وحيكبه الحشي ولنا فؤادك مركه الغضو غطا طري وسافي ونظيف ولي مركه قشني وسط مركه مقلين مركه وحيساء وحيساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه جعل هذا
شغف أنس به حبا على السماع. أنس حالة جعليسي نبيغة مقل بس هو مقل مكري مركل لغا شكي الما ترى هدي هلي لغا شكي هبل واسدن هبل واسدن هبل واسدن لغا هسو مركا قفك كرم يا وجعلانيا مركا فشغف شغفك ومركا جعلك هلك بؤد وكاقلو مركا وجعلاني حبا على السماع مقل دقيس وكسو دعي كلي وحينوها ولا غرو مركا وحلا ليا وما هو فالأذن تعشق قبل القلب أحيانا دكتو إني واحد جعلاتا لغي يا باب إنت أنا إيش وأركي أبا وحبا أركي وقبي بكسو قاتمك فالأذن تعشق إيش دكتو وحبا جعلاتا قبل العين إيش إنت أنا أركي أحيانا مرك الله عاشك كايو يقول واسدا يقول واسدا مرك الوجراد معنى يسمي نساء وكم تمنى الغلام الصغير بضنا إنت وجعلاتي ويلكن يب أن يمضي إلى نبيه في مكة إنه النبي قلتك صلى الله عليه وسلم نبي سي محمد هذا أو يسوع ما كجوا إنه قلتك أنت وتمني ما ملكت إلا ما لو بلغ بدي شيء كنيس أو يفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليه في يثرب أو نص رسولك أسوى فديو أسوى مرتيو وقولي ماذا المدينة المنورة ليسعد برؤياه سي مكة وقولي بأن النبي أركيتان كيس ويهنأ بلقياه مكة وقول بقى الصدق النبي لكل كيس انت وتمنيني ولها الهي مرء النبي محمد مقتصي كره انا ادي قال وتبتدي اما هكوي ماده ابي بطنيت لم يمضي على ذلك طويل وقت وقت كما سوريج حتى صرى في يثرب المحفوظه او المحظوظه المغبوطه الا يثرب المدينه المنوره او يوم من نصيب بلنه هذنا المغبوطه او يوم من لجعلاليه وقت كما سوريج أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق نبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق أبو بكر في طريقهما إليها إغوسي السعرة إيا كدبة وحو التمنية ويسير هذا النبي مرور ما أكد دونتا إلهي وحو قدره وهم مقل النبي صلى الله عليه وسلم الله سعرة فغمرت البهجة كل بيت قري والبا قريها المدينة منورة كيال وحاد ضبولي أو بوحيي فرحت فرحت بأبو حسي وملأت الفرحة كل قلب قلب والبنا فرحت بأبو حسي هذا مركة بهجد وحي كجد وانتهي ومركة لا دريمه فرحة مركة لا دريمه وجه مركة إفو وحي مركة يدوق نقلان ومح مركة إفو بهجة لغو مقع ما يستعمسي مالك مركة فرحة فرحانة وحي قار أتاي بني آدم كي قار أتاي فلان فريح أو إيه ظهرت الفرحة على وجهي وظهرت البهجة والسرور على المكان تاسا مركة بأديك سدو وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون إنه يقلوب توحي إسك الله أطلع هذا السيد طريقا بركيسا الذي يحمل خطى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومركة ساء أصحى مباري نبي قتلابوي كيسا وإيا أبو بكر بإلى يثربة وأما حي مركة اللي النبي وصوص عضا ضدك وحي كأنك تمامه كليه إنه مربة ساء قران سدان وإلى هذا هل كو صامريا هل كو صامريا أي دي موضوع صامريا وضدي حق أهي موضوعي ماشاء هاي بتيح كسر بحيسي قلوب تضرب وحي مركا أي كل حرنتي وضدا الميمون بركة سيد النبي صلى الله عليه وسلم صور قاضي هلك مركا وقف طبعا كجوين مركا وكان مقيا هاي مدة وكان مقيا هاي وأصوص على مركا اللي جالس على الحساب يسا دقيقة ده كل حساب سا سوق جار جرانك يا ردي زي يدي مود على يا صور قاضي هلكن كل مكرنا النبي صلى الله عليه مركا اللي صور دوني وأخذ الفتيان يشيعون مع إشراقة كل صباح الوحي بالله من مركة يريركي وضنبا إني مركة وركي مالو بالله ريان مركة سوء واقوه بريو يشيعون أشاع فلان الشيء إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إني فافينيا أباهينيا نبيغا صوصو نبيغا صوصو يريركي وضنبا وإسلام الحمر وأخذ الفتيان يشيعون مع شراقة كل صباح أن محمد قد جاء نبيغا ويميت صلى الله عليه وسلم لكن نبيغا يميت ليري فكان يسعى إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغار أنس مركة وحول السعودة المهير رأي النبي صلى الله عليه وسلم أرع ليني لكنه لا يرى شيئا يعني معنى أبو حسين النبي واي مركة اللي يري انتو ما شئانو وهدنا سوويني فيعودوا كئيبا محزونا مركة السؤال لا مندري سوق آجل انت أمور قي وهلك كسهم قوبي وصالة من إلي النبي قاي يبان لي إلي يرركو بحيث ليه طبعا وأقضتكو نوعا دك دك باكو جل النبي قوي من هلك سأل هذا ما شاء الله يستوى كدنا جوسهم قبدي بالوصل لعطا ما لهم بسافة سمين جد وفي ذات صباح مال أرور أرور يحكم له
شذي الأنداء تعددهذو آدي الأوجون تاعي نظير الرواء مقال كده قروح بدنيها هتف رجال في يثرب ضد راي يثرب ورام الدين أي مركي وقيل إسلام أحمر إن محمدا وصحبه أم وصاحبه النبي محمد يا أبو بكر غدوا قريبين من المدينة آد بأسود وهذا المدينة المنورة نبي محمد يا أبو بكر ويسود ويهم على إسلام أحمر فطفق الرجال وحي رجوا باللعبين يتجهون نحو الطريق الميمون إني حق أباريا وضدي بركيسنا الذي يحمل إليه النبي الهدى والخير وضد أسود سدة نبي إلهي سبحانه وتعالى هنوك إخيرك بسبب الضرب ومضوا يتسابقون إليه جماعات جماعات وأي دقاقين يغطر تمي كوح كوح يوى تتخللهم أسرار من صغار الفتيان أي كده جيران كوحو المير يرأى تزغرد على وجوههم أي كون مشحردين يسوي جيودة فرحة فرحة دي أي واحد لغد دي قيام إني مشحردين يسو هل كأي مشحردة كردو دعيسان وجيك الدشيس يعني معبدالين بكرتا لقد أقرر يني تهي لقد سوغاند تغمر قلو أو تغمر قلوبهم الصغيرة إسلام كان الدبولي سقلوب تضيير وتترع أفئدتهم الفتية إذا ما كان بوحين إيسا لا بهو ذا من يرادا أود مكا يكون جرتو وأقران إيسا مركا يددك وهو يمال وحرارين عيال يربا كل حجرة عيالك مركا ويكين بنيه ذاتك كالم بمعنى ذاتك بدافعين دي بقوصة الله مانا ينكم بحاجة كمارين كان لبيسك الحمارين قلوب ساسو كلام مركا يبا السلطة إن النبي صلى الله عليه وسلم وأرضان يضو مالين إيسا منك كوكي مركا وكان في طليعة هؤلاء الصبية يرركا نبي حقي سوع الرية waxa ku jiro ugu horeey Anas ibn Malik al-Ansari ka hormari kara ninka dhagaha wax kale aan ku maqlin oo isagu nooyaan wax kale ma aragtay aan lagu anqarinin wax kale aanan maqlin nabi maxamed oo inta lagu goray halkaas uu markaas ku dhigay aqbal ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ma saahibi as-siddiq nabi waa soo qabilay ila Abu Bakr wala socdo wamada ya bayna adhhur al-jumu'i az-zaakhirati min ar-rijali wal-wildan markaas isaa soo hormareen كوحاس آدي أكتر على بدن ويسوق جرا رجيو دمر با أما رجي عيال بيسوق جرا أما النسوة صما هوانك المخدرات يجو مركا مخبيات كأ القرية المخدرات وحلاقة هذا هوانك القرية ويو الصبايا الصغيرات يابلها ير 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 قد علونا سطوح المنازل يجو حي إزدول تاجين قريها يدقي ماشوا صار رفوف كاس يا إزدول تاجو سان قافية ماشى صار يا إزدول تاجو وجعلنا ترى أين الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلامه عليه ويقول مركز سحي بالله من النبي إني استسنين يا ترى أين إني استسنين وهكذا النبي أيهم هؤلاء واكي أيهم هؤلاء نبي واكي إلا ندتك يكون حجرا هل كان مركب حد ريم إيسا عيال هل كان أردية وصحو الضوبي أردية ضد وين وصف كجرة ضمرك وسطوحة تالي عيال كيو مال صفان وهو النبي قال له يعني فرحة مال ماها نبي اسكتي لكن ادى الله قد على صلى الله عليه وسلم فكان ذلك اليوم يوم مشهود مالك اوحى مال الاصحاح ادرى الله كالهري ظل انس بن مالك يذكره انس ولقي وشيك جري حتى نيف على المئة من عمره السبب بقول اي زياده نولا مالك او كشي كان جري المال وفاه تاريخي يعني اظن ان لن يرى وقلبي قال وحى لو حرد اي تاهي نبي يجعل كيسه وحى لو قرا اي تاهي نبي يجعل كيسه وحكل دقيس أنا المقلين هوي شاكر لو مشي كينجر شاكر حرري يبان تنو يرد الجي مش لو مشي كينجر وحل لو شيء كينجر وح ريال أولا تعبان كرو هالضبا تيبو مركب كبر باري مركز يقول ليها إلا بقول زيادة وكجار شاكر سمودي مرك هالضبا وح كم يتعي وحيابها ما رأيتي أنس وتاريخ تاريخ ذكر ربع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جاءته الغميصة بنت ملحان أم أنا أمي أنس أما أم أنس النبي صلى الله عليه وسلم إن يرسع أبو إن ير أبو كعد سدي أو غصب نادى المدينة ونورة وابتا أنس هو يدي الغميساء الذي جري بنت ملحان أيابة وكان معها غلام صغير إذا سدة أو وضع تويل كثير وهو يسعى بين يديها ونهر سعده وذؤابتاه تنوسان على جنبيه ذؤابة راح أقول مك عباه ما راح مركة لبا ضمنين لقد يقول لبا الضمنين ما راح صار له ضوبان أي ما تنو ساني مك سأقول دقائق يعني إلا ما راح قيمنا سان بالله حرك
qaybna waa loo xiray waa laba damni weysaan oo loodo halkan waa laga daba halkan waa laga daba waana ilmo yar markuu soconaya marka saa marka waxaa saa mar walba u dheeliyaya oo marba dhan u dhacay u dhan u sii liicay waa maxay tinta yar ee markaa saa marka loo dabo way keentay ثم حيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال مركز النبي انتهي سأل أن تعطي يا رسول الله رسول الله وأبو ميساء بنت ملحان وأنا سويدي لم يبقى رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة رسول الله وحيتني قف نيني أنك رجع ضمر وأنصارتك كاملة ومكى لهار إلا قف وبهد يدوكسي أتحفك بتحفة هدي البوكسي واني لا اجد ما اتحفك به غير ابني هذا ام سميه لي هدي ابن كوسي انا نهي ملكك انس بن هدي كوسي بيت فهش النبي صلى الله عليه هذا مركز هي تلف وكبودي فخذه فليخدمك ما شئت هذا ولتك وكحيصو انت ادون كنا كو شقي خادمها كون نقض غان يرها كون نقض اديغها كون نقض يعني هو يمر هذا الشيء او markii la noo tilmaamay waxa la leeyahay umr al-wird ku jira oo sah aad iyo aad ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad u siiyay intay soo qaado soo kaxaysay nabiga intay horkan tuuxi tiray rasuula waakad wiilka la wareeg inta markay tiri kadib fahasha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam al-fata as-saghir wa bash nabigu wuxuu aad iyo aad farxad ii reen reen ugu qaabilay wiilkii yaa luqada carabiga laba kelmood marka haran hasha wa bash وقفكم مركو قوسو قالوا انت استاكتد حركة اسارتد واضن ولبح حديد واضن فرحب يعني بمعنى الا واحد دهان دارت انت لكن قلبي على قلاية قلبي يسو كفر انتو سن دارتي سانو كفر ومسح رأسه بيده الشريفة مركب سوى النبي صلى الله عليه وسلم كعنتي سرفت البنصاء ومسح انس مدي حيس ومس ذؤابته بأنامله الندية مركب سوى مدي حيسي ساو الضبنا والنبي صلى الله عليه وسلم فريه ساس مركب إلهي سبحانه وتعالى وشرفي ومركا أدقون كان النديه أدقون كان وضمه إليه مركا سصدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى ما يروه صلى الله عليه وسلم كان أنس بن مالك أو أنيس مركا كما كانوا ينادونه تدليلا مركا للدلعين أيها حال ليجي أنيس أنس يرو يعني ما مركا يبال يرو أطلب أمرت يبال يرو وأطلب حسن حسين محمد يوالا قابي إمارة حميد يوالا لقابي معنا ويرين بالو مقعبة تصير بالو مقعبة مركو مركو لدلعين الربين مقعاس قف مركو لقدي قف مركو لسود وين لكن مركو ويناتي يرى لها سي وضن اسكن لكلم وليا محمد يرونها سي وضن طيب ففي العاشر مركو أنس مركو في العاشرة من عمري مركو تبنجرو يوم سعد بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه مالك أو وكل يباني النبي صلى الله عليه وسلم خادم النقضة ومسجر مركو كان وهو يكينس ومسجر وطبن جلوه النبي قال له اليوم وظل يعيش في كنفي ورعايته إلى أن لحق النبي الكريم بالرفيق الأعلى وعكن ولا أنس نبي قال رعاية ليس كنف حداد مقاشد رعاية واسكو معنا نبي قال دريه الكيسة يكون ولا نبي قال دريه لي جلوه معنا إلا إله سبحانه وتعالى كلكم بمعنى وامح مالك هو يدي انتي لاتيمد النبي انتي قعدت اقول سويت الرسول الله واك هديتي ان كوسيدي او اها رنتي كدوان مده كلا ادك اي كوسيان انسنا ما انت انا كاغتي مالك اي تري الا النبي وكد انت النبي ولد جون صلى الله عليه وسلم فكانت مده صحبته له 10 سنوات كاملات النبي انت ولد جون وحي 10 سنه ولد جون نهل فيها من هدي هلكا مخرج مركا وكدر دوري نهلبه ومركا عيالك مركا لغا سوقات ودردور بقى صمال الله وحالك هكذا دردور ما زكى به نفسه نفسه دي سوحوك الطهير ووعى من حديثه وحنوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث كيسا ما ملأ به صدره وحاول لابتس وكبه عسده يعني معنى وامح التوانكا الصناء اسكمال جوجين النبي وانت حكا قري حديث النبي صوء السحرة النبي صوء السعرة صوء عنا إلا محاصر وحا نباها النبي صلى الله لولا الله ثم أو بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حفصة يا عائشة يا أنس يا هداني نوسو ورين لين هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتوا أنا وقعت كان للنبي قعدت وحكوا عنه جرينا فهمنا مركب وعرف من أحواله وأخباره وأسراره وشمائله وحونا برتين النبي أحواشي يا أخبارتي يا أسرار النبي يقولي إيه النبي شمائله وما حي طبيعي ده وناكسن النبي يقول لك جاريه ما لم يعرف أحد سواه وحو برتي قف بني آدم وحانه النبي كأقول
ilaa uu la joogaayo secretary-kaaga cidda dadka kugu badiso yani aad buu ku yaqaan soo noqo guriga wada joogtaan ilmaha aad bay ku yaqaanaan noocan ma labaan aad bay isu yaqaanaan marka maadaama ilmo yar haddana fahmadiisu ay furan tahay ay u weheladay inuu jecel yahay haddana qofku markuu qof jecel yahana waa muulacun bihi rool model buu ka dhiganaya tiibaa isugu tagtay marka intaa waxa u dhowray oo isha ula raaciya nebiga waxa u qabto iyo sida u dhaqmo وما لق وقد لقي أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يظفر به ولد من ولد من والد وحقوه كلك من أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم معاملة سوى ناكسل وحقان ولد الملعب والد كانوا كلك من مالك ظفر اللغة العربية كل يبانوي ظفر بالشيء وكل يبانوه هلوي إذن أنس بن مالك معاملة يدقا aanu walad ilma yar oo waa aabihii aanu kala wareegin buu kala wareegay nabiga sallallahu calayhi wasallam wadaaqa binnabiy li shamaa'ilihi wa jaliili khisaalihi aw khasaa'ilihi maa taqbitu calayhi dunya wuxuuna dhadhamiyey uu nabiga sallallahu calayhi wasallam uu ka qaatay akhlaaqdiisa sharafta leh iyo waxyaabaha nabiga uu la gaar noqday ee sharafta leh maa taqbituhu calayhi dunya waxay dunyadu ku jamato wax lagu xasdo oo yidhahdo alla meesha haddaan joogi lahaa غبطوا معها حزي غبطوا معها محي أفكا وحان وهيسينا جعلاتي إيضو إسنا أضوان له إيضو تيسا نودا أنا إسي إيضو كلا غبطا لغو مقعبا تاوي بانانت حسد كوينة دادين أنون إسي إيضو كسو ورين جهبل مركا ما تبطوه بالدنيا قفا بعس لي الله اللي بوسك أنس هذا جوغي لهي أول كاقو جوغي لها أما قفا دادو حتى بدو جوغي لها قفا بو جعلاتو مركا إنتا مركي وهربع بها هذا ولو ليه شيخة فلنترك لأنس الحديثة عن بعض الصور الوضاءة من هذه المعاملة الكريمة أنو دينا مرك أنا صحيح نوغا شاكايو صورتة آدى وإفتي ميسا أيضو كهل ليس النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق ليس وناكسره التي لقيها في رحاب النبي السمح الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم وكلا كل مي ما أركتي هذا السمح الكريم وأه النبي صلى الله عليه وسلم ديق سيني ما ديسا مرك هذا مقصد رحب السمح لغذا كلمة مكال حرام بضان رحب وواسع سمحنا و غان فوران او كلا جود و ديقسوي marka dabciiga nabiga sallallahu alayhi wasallam baa waxa laga dhigay inuu yahay dabci deeqsi oo furan oo waxna aanan hagran waxna u kala reeban qofka waxa la u furana siinay fa huwa biha adra wa ala wasfiha aqwa isaga naga garan og inuu nooti ma isaga yaqaan qala anas markun anas ba markaa hadlay marka waxa runa anas maanta inay ka dhageysano nabiga la joogtay 10 sano طبعاً كيسين وحيابها كوغو عجائب بنا أنا صور موشيك وقال نبي كلا كولانتي إساقا حدلي بحلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إساقا حدلي النبي قولوها من أحسن الناس خلقا ذاتك كان أقو أخلاق دوا ناكسا وأرحابهم صدرا أقو اللاب واسعسا وأوفرهم حنانا مركي تاقين تهد دريال إيو تورسنا كان أقو تورستا بضن بوها يعني بمعنى حنان كوان محي من الحنون حنون كوان لولا جيدا قفك إينا دريال سيسي أو بحنانين سيسي توريس أسيسي نبي كاسو أحمد فقد أرسلني يوما قصو نوشي يقول مالي بوي دربي لحاجة بوحير أنا صبح وضنطا ليسو فولي فخلت وان بحبه وقصدت صبيانا يلعبون في السوق إلمي أبو أهاي هل كي وضنطا وكأباري لها بوحو لكم إلمي يرى السوق إسرع عياره هل كي من آدي بيو اللي ألعب ما هو أسكر عياره بيو ولم أذهب إلى ما أمرني به وحي إن الرسول كي يدرنا بابا آدم با كان waxay iga soo gadmiday tiri oo duus ka baxay koox kal ku biiray oo laba tiim ku bad ciyaaray hadda ugu imaan leen xasmaan leen wiil shaqo kale ma ka qabsaday bi falamma sirtu ilayhim sha'urt bi insan yaqif khalfi marka meeshoodi tagay bi oo waxaan socdo aan halkii goobti ciyaarka ay ku ciyaareen marka san dhigan saab tagay ay waxaan dareemay bi qof oo gadaashay taagan bi way akhudi bi thawbi marada saaygay diiday فالتفت ما كان سساء من العسل فإذا برسول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم وأبا النبي قال دولا عداني أذول الرباح الكيس والجهل لسانا هو بريسك يعني ما شاء من يقود رسدائي كنت أنك المذوذ آدي أضفو الحنو عن به لأنه درس أنت أنه قتا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنا بنت ساوصا قبت إسوغا دولا عداني أنا سمرك عبد أقوه وإلما يرى يعني ابتسمت هذه الابتسامة مركي ويكسور أنت مركي دولا عداني تاسوي كسور أنت وحين نقطة ميدسا إلاون مركز سوكر ويقول يا أنيس أذهبت حيث أمرتك أنا سو أنا سيرو ما تكتمش أن قدر
وحيله فرتبت مركاسا حوقها القليل يقولوا وقلت روح أنا نعم ها إني ذاهب إلى أن يرسل هذا أسرع ذابي وعقلي بالنمرك يعني مركو حوقها القليل يقول هذا مخصع ضايف والله لقد خدمته يسجح لي مرك والله لقد خدمته 10 سنين نبي واحد لجوا يقول طوال سنة أشقيني فما قال لي شيء صنعته لما صنعته وحان سمرين إيمان ورانا سبحان صميس ولا لي شيء تركته لما تركته وحان كتري أنا انقبلنا إيمان دين ورحابه قاتكت يعني معنا هو عجيب وقت طوال سنين لجوا يكتب وعدة كل لجوا يكتنا المير نقف يرو معركة المير وما عندنا الخلاط قلي كذا وما كان خلق الكواد واكنا مركي هو الرئيس وكلابه وطن دنا الله دير دنا كلام مركي قفص دنا نبي مركي ما بين وحنا طبعا كاسنا كما هاي نبي جو يري وحنا السمين محد السمين ويدي وحنا السمين محد السمين سيم بهم بيه هل كاسا مركي وقصة ورورين كرتا نبي كتب إجيس وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه نبي جو حوا مركي إذا نادى أنس مركو أنس ويري صغره وأو يرينجرو أنيس بوده يجري أنس يرو تحببا يسوى جعل أمه جنية يو تدليلا يسوى دلعين يب فتارة يناديه يا أنيس مرنا بحبه يجري يا أنيس أنس يرو وأخرى يا بني مرنا بحبه يجري ويلكي يبوده يجري وكان يغدق عليه من نصائحه ورساه وقصو دادين يب أغدق عليه وحلو لجيدا ومركات ويحي كبت بدي سيدوه أغدل علينا من نعمك مركا عندنا إله من نعمته ظنه صار نوصل ضال نبي صلى الله عليه وسلم مركا قد هذه أنس بمال من نصائحه وحل وحي وانا ومواعظه وعدي اسما ملأ قلبه ملك لبه وقلبي سنة بوحي لا بتي سنة عنتي أنس مركا انت والوانيني من ذلك قول روحا كمل ما لما محكم ذلك يقولوا يا بني يقول كيجيو إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل دردارنا لما كان أنس قيب من نوقف الشيء النبي كم عمل ديس هذا ما بنو الشيء دردارنا دي النبي كم دردارنا دردارنا كي وقالسنا بنو الشيء وعير وعير يرب ويرني وهداد كري كرتين أن تصبح إن الرئيستين وتمسي أد جل بيسيتو قبل كوكون نوع وليس في قلبك غش لأحد إياه وقلب جابنا أن وح غش يا خيانة يحق دي آدم قفنا لابت وجوهين ففعل سماك دردارك النبي تاسوا النبي صلى الله عليه وسلم مركب دردار من لاب حرام ودردار قفت لابت يسئله في يوبات ودردار كان وقال يسمون وعيل مركب يا بني إن ذلك من سنتي ويل كيجو إذا جيسو وإن إذا جيسان كان رواه تنوى سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني قفك سنتي لنغلا وإجعلاني ومن أحبني كان معي في الجنة قف كأني أجعل هذا النبي جندوا إلى الجوق دونابي جندوا إلى أهاني يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم وهنقول دردار ما يهدد ريارك أسوك شد لبدا أتكتي ما تقول يا أسوك شد سلام يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك بركة يكون نقول سأليك يا أهل بيتك هل كان مركب على يقاتي دردارا كان كلي هدان دول استغن إن هرت قفك لا تسئي في يواته ونوح أبونا كسان إله إلا الهرته مد الله بعد وليه النبي جعل في سنين البضيء صلى الله عليه وسلم حال جعل في النبي وكان مركا صاب إنه نقول إن جنة النبي مركا أن لجره وحيل هذا نقول إن مركا سوق لي سيد هاي سكر لنا السلام عليكم ده النبي حاله إنه موبيل كسيد أنا قالنا قريها أفك يسوع حلا يا أم يسوع استوفى أو سكر وقع صنبا وما لقى صوت تعبت هذا نقول حلا إن اللي جاب الردين لكن مرك إله فسلم على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة يسوع إله من ونص القرآن بركة ماشي سود دقيس وحلقة شيطان ماشي ما أنت من إسلام تو ما عرفت يعرف كسا وبشمه يكون قليل شو أجد نروح نقسم السلام عليكم تاني الله كل قاعدة الغيرة أفر شيلين أو بيل أهان ذكر أنا كوف الليل قول هنا لسه بيشدوا أفر شيل أفر بقول الله كل قاعدة الغيرة وبركوده كي يرى فرد وين الله فرد وكانوا قف حنون سن الله مركب حنون كل قاعدة بركة كود يتمركب في دردارك النبي يقول دردار معها كاملة سلام الآن قولي هالقلب عاش أنس بن مالك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نيفا وثمانين عام أنس وحون ولا نبي مركو جيريو ذي كده ودوري سديتا صنو ولا مركو حد توقع لاتا تمنجيب الله وكاني تواصل النبي قلت جوجي حلقا مركا لباتنس النبي قلن ولا نبي كده بونا وحون ولا دوري سديتا بونا ولا أنس بن مالك ملأ خلالها الصدور علما من علم الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم العظم وحون ضبك لابه لكبه علم رسولك وكسر دحليك صلى الله عليه وسلم وأترع فيها العقول فقا من فق النبوة وعقوش كب وحيي ساسو كله فقي أو فقي النبي وكان حليها
أترع ملأه وأحيا فيها القلوب بما بثه بين الصحابة والتابعين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا وكنا لي وحضرتك كل حفاهي كباهي وصحابة التابعين تعدائها الله هي والنبي صلى الله عليه وسلم هدي إيسا وما أذعه في الناس من شريف أقوال الرسول العظم صلى الله عليه وسلم وجليل أفعاله يوحضرتك ورب حمره أو مركا كل حباهي والنبي أقواشي سشرفت لها إيو أفعاشي سوى ناكسر إلا أنت أبو شاقي لازدين تسرح له شاقي جامعة بكسر بحي طوان سنة جامعة بكسر بحي لايفة أونلاين أنا نهي جامعة بكسر بحي فيسيكال فيرجوال أنا نهي جامعة بكسر بحي عيد أولا نولي النبي صلى الله عليه وسلم أي كان طوان كاسر مركا أنت أصاب برتو مركا الله أحمر ضدك من قارسين وقد غدا أنس على طول مركا النبي هو الدعي مركا إنه ورنا نهان قلت أجينا كلمة دي أبوه الرسول ربعها هاي أهيد نبيك إنه يريد إله أولاد يحوالنا السجود در أبركة برا النهار كان كي كنت بريس نبيك دعين سمال أجيبه بانو من ضلنا وقد غدا أنس على طول هذا العمر المديد مرجع للمسلمين عمر قاعد لها بسدين تكسني زيادة ده وها مال المسلمين تقول لابتان مثلا ما قلت لك قبته أنا صار أنا صوب رسول حكيري جيري حكيري حكشاقي يفزعون إليه إساق هالكيسة إساق على سودك جيري فزع كلمة دوحة لا قف مرقع قجح وقال لك فزع إليه هذا المقشد إساق يقول لها بنجنوه كلما أشكل عليهم أمر مر الله مركي وحنون ساق درما ويعولون عليه إساق على عسكان جيري وحلقه وضع إساق على قدر جيري مرجع كلما استغلق على أفواههم حكم مركزته حكم أحكام تكمله فهم كوذ وكحرمه من الغلق مركزته وحكم كحرمه أي فهم وياه إساق مركة لولا بنجري بس إيش قال كود والدقيق مالي قلي كرتا فقه ويقلي كرتا صحابة يسكو أقوان ما لكن هل كان واحد جوه أنس وعجائب تسالة سيد عائشة المسائل فربنا يوكل توري جرتين من ذلك وحكم إذا مركة لفت الكيلو حنو بها نينة صالح أن بعض الممارين في الدين ضدك الدين تكمر ما ولي قد ويجري جرين هذا عسر عسر يعني كان لنا وغولدن أي عسر يعني كان لنا ذهبي وقتيا يعني كان لنا ضد مرمات جري مرنك هذا كلمة بلا ما بلا بني أو فيسبوك كلمة وهري قوة مرك الدين كقول ضاد جري وجعلوا أما جعلوا يتكلمون في ثبوت حوض النبي يوم القيامة وحي ما بلا بني إني كض ضام وإلى هذا النبي قد درك يس يوم القيامة إنه درك جرو الله جوا رابي دونه أمة محمد أي كوارابي دون تمجرة بس مجرة تيبا وضل لك كيو فسألوه في ذلك مركا سألوا الدين وهلوا الدين على مثلا رجع ضاد يربى كده يرتاب بل أنا سو نوكلا طور محيري وهذا فقال إلى ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى أمثالك يتمارون في الحوض من مودين بيوري إن إله عمر يجيب راجينا إلا أن كسر قردني كوكلا وكدو ذي وكهل ما تحوط حوط كين لقاه الله ما لقد تركت عجائز إذا خلفي ما تصلي واحدة منهن إلا سألت الله إن أسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وحان كسر تجبر هوان يقول ضد دقة هوان دقة كسر تجبر ومدود حتى أنا يتكن درت اللي مسخود مد كستنا إلهي سبحانه وتعالى إلهي بروحي ويدي سنجرته إنه كورا بي النبي قدر كيس يعني هو مسألة حتى أي قانان هوانك عجائزت أم أو درت أن حتى لا تكن كرن أو أن انكعي كرن أو دقاقي كرن انقن كرن ضد سداء هيا قران كربي سيئي نيك نيك كهو صبح دقو لي لأن عقيدة صحيحة واساسا عقيدة صحيحة تكلف مبهان كتبتك ومقرنا فلسفة ماها جامعات مبهان عقيدة هالكاسي فلداو لذلك حنا صومر مركي أن عقائد تكسو هاللين ضد حاجر الرد متكلمين وفلاسفة وحوال بس الله النقاء فلسفة لنا أصلا حكمة بالله مترجل لكن عقلي مركي للرو وعمد ما أنت ذاك الجارسي سيوح الله يقان إيثيزم إلهي مجر إلا الجارو فلسفة ذاك أنت صومر وعلى الرقربة انتين وريران علماء راس أو وريران أو وريران مال آخر كلمة كود لأروح إلي مركو دمانيو انتو مصحف كلاب تصارتو بيرمانتو عن دمانيو وحن أنا كودي ما هي عقيدة عجائز نيسانبور هوان كان نيسان دجن نيسانبور إدأد عقيدة ذا كودي ما هي بير محل كواسو مركل إلهي مجرها وواحد الكوجرا كرك عن تيجي سا إلهي يلا بري إلهي أنت أم بيتقام لكن وحن ترضى بنت الركت ترضى بدن علمي ما هم بليه هل كان مركل لقد ظل أنس بن مالك يعيش مع ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلامه عليه ممتدت به الحياة أنس بن مالك وحها من لنور نبي حسوس الشديسة إلا أكد معنى نرشيس إنتي كدت فكان شديد البهجة يوم اللقاء وحها من آدية وفرحي ما نكون نبي لكم سخية دمعة على يوم فراقي من
ilintiisu ay saa u furan tahay buu ahaa maalinkii nabiga sal alla alay wasalam uu dhintay. Kelimada sakhan waxaa loo isticmaala hewlaa sakhi, waa nin gacan furan sooma. Sakhiya damcatu lugada carabiga markii la adeegsado oo idiomatic waxaa laga wadaa ilinti ma celinay, saas usii dahinay. كثير الترديد لكلامه من أسع العلين هو النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال نبي قال أنت سو جرجل يعني معنا مركي نبي قال جعل هذا معناه سو نبي ما قال جعل هذا مستر وينسون مش يجلس مستر إثميس مش يجلس وحكى كمان هذا عيا نين عيارتوي معنا كو مصمم ميد موسيشن معنا كو مصمم النبي كله وين وهو حريصا على متابعته في أفعاله وأقواله ما يحب ما أحب وفهم ميد آدي الجودة ذاله نبي إنه كرع فول ضبي قول ضبي يحب ما أحب والنبي جعلان وجعلاني ويكره ما كره والنبي ونعين ونعين يعني ونعي جري اسمه والنبي نعين ونعي جري وكان أكثر ما يذكره من أيامه وما مرك لا ما الماضي قاد بوشك شيء جري أنس بن مالك تاريخ ده مرق وكهر لي النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ ده يسجي النبي أحمر الله ما بقاد بوشك شيء جري كو يوم لقائه معه أول مرة مالك يقول لك المنى أبو جهد الجلد ويوم مفارقته له آخر مرة مالك يقدم بيسي والنبي الدنيا وكتك وقال يوضان أبو ورهي أنس لولا مهر ما من فإذا ذكر اليوم الأول سعد به وانتشى مركأ شاق مالك كوار مالك النبي لو كل مين أبو فرحي جريد مركو فرحنا مركاسو مركزه عرف قادن جريوي انت شاهو على الولد جيدا قد مركب واحد انتو صار ورصد رحلة يعني شمة وعلك مركب واحد قدقون نوعا ما سيدي سوى له عرف له قد مركب سوى عرفي انت شاهو بصمان انت شاهو معك ومركب ناف قادنية امو عرف قادنية يعني ادو مركب فرح جري مركب تاق انتهي ما نكون نبقى لكم واذا خطر له يوم الثاني ما ننك اللواضة ما ننك النبقى وفراقي ادوينة كتك مركب صراحة سستة وشيقين انتحر او اويجر وبكى مركز اويجر نحيك ومركز انه صوت لصعده وابكى من حوله من الناس ذاتك كوهر ريس انه كاويجر كلي كلي بويجر وكثيرا ما كان يقول وعليجر لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل علينا وان اركيب وعليجر بضنا وحان اركي النبي مالك نويم ورأيت يوم قبض منا مالكي لأفصلنا وان اركيب لغضا ما المؤمن جوي فلم أرى يومين يشبهانهما ولم أرى يومين يشبهانهما من أركب بيرلاو مع الموت وما أركت سوء إليهين وبعنا والله مع الموت سيدا إليهين ما أركت لو مع الموت سهلا معها ففي يوم دخوله المدينة أضاء فيها كل شيء أضاء فيها كل شيء ما لنكون مدينة صدق لوح هو الباب وإفل افتين بك بحبي وفي اليوم الذي أوشك فيه أن يمضي إلى جوار ربه أظلم فيها كل شيء ما لنك النبي صلى الله عليه وسلم وحقا إلهي إنه لدرس نقضنا أي إلهي أقدري الدنيا أكتغنا شيء وببو قد عرأي اسمه مبديري مالك كوان مالك افتين وها مالك النبي قد انتنا وحاية مالك بعير وكان آخر نظرة نظرتها إليه يوم الاثنين أركتني إذا مدي قد بيسي النبي عن إيغي وحاية هدوير مالك سنين حين كشفت الستارة عن حجرته مركي داها سال لو في قلك النبي قال دي مركو جنودي فرأيت وجهه كأنه ورقة مصحف وجهي سان أركبي وحد مودا مصحف ورقدي سان مودا وكان الناس يومئذ وقوفا خلف أبي بكر ينظرون إليه ضدكنا مركي لو بكر كسر الرية قدال بالجو ذا تجنا أبو بكر قداش يسي تجناي النبي صلى الله عليه وسلم جنازي سن هركسيتي وكادوا أن يضربوا فأشار إليه أبو بكر أن يثبتوا وحبوا كل ستان إني يجنس بران برانو اللي خلق الباب ماشي من النبي قال أنت ما حسألنا يعني ما يكدي أنت هنا الدنيا لهم خلاص مركب أبو بكر مركب دك دجيني وصل فرفريست الضراب وام حدك إني حركة أنت بضيان بران بر ولعه كان الريح أو السمارك ماشي لش كده الدرو استيمبرو إن ماشي كان عدو أبو بكر ما كان لاور ترتيب صدر ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أكثر من مرة النبي وحبود دعيه أنس بن مالك إن هل جار إنك بضن يعني انت صدر وكان من دعائه له وحكم اذا الله مرزقه مالا الى خالصي ولدا قبض يعرون نسي وبارك له بركه وقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه الى حين هو اجيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاه والسلام فكان انس اكثر الانصار مالا راى انصار وضت في مدينه دقنا ننك او خولها بدن او تناسن
وجود جيبك وين أنس بن وهيل عند عدن بجاه وأوفرهم ذرية وجو عرور بطن يسقها حتى إنه رأى من أولادي وحفلتي ما يزيد على 100 وهو نورا إلا وكأرك كوا أودري يكوا أي سيد الآن إن كبرن بقل بسي كارين هل كان مركو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاء النبي ويد أبو ذسوم ومركو الله مرزوق مالا إيش ولد مبارك له مركا وبارك له وامح وقد بارك الله في عمره إلى عمره يسوع بركة حتى عاش قرنا كاملا هل قرنين من ولا وان سنجري من ولا بقل صنع وفوقه 3 سنوات انت كلمة أنا بقل يسد حسن من ولا مركا الدبا ماها المها اسكبتين من كلمة كوالتين والحاية المجر داله وطيالة ونبي صلى الله عليه وسلم دعالي مركا يكم وقت بركوه بالحاية وكان أنس رضوان الله عليه شديد الرجاء لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم آدي الرجين جري نبي شفاعة ديس أي آدي المكة أبوهن بلتاك جري يوم القيامة فكثيرا ما كان يقول عليه جري انت غبر إني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة وحن رجيني إن رسولك الله كل مو ماني في يوم القيامة فأقول له ما كان هذا يا رسول الله هذا خويدمك أنيس كان واقع يراها جيب أنس يروا أها إن النهار ربابي رسولك مركنا لكم ولما مرض أنس بن مالك مرض الموت قال لأهلي أنس بن مالك مركي وحلالك والنغضي وقيردي أما وحنوك أدينه كجتك إلى مركة لسوء قارب أي الله الله أهلك يسوح لقنوني وحاد إيه لقنتان وحاد إيه ترهدان إن أني كتب الدعاء أدنا أركتها سميسان لا إله إلا الله محمد رسول الله إنت إيه لقن وقد ظل يقول حتى مات طبعا تلقين بروحه ويقفك مركة ولمانه انجيسه الله قفر ديو قفك حالاتك ويكجرها مركة قفك هلمان جيسه بدنية استرس ومركة جيريد يعني سكراتك مسهلا مركة وكبقى يا إن هدي ماشي حرارك مركة وكبقى إنه بإس إلاه وحسوسا واي مركة بالإنك واحد قرطانه لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا سان إنك قد ضمره اللي وحي الله الله يا قفك إلا مركة حرارك حالة دا مركة كجر إنك إلا قنبي تلقين تصح رواتا مركا تلقين تو ما مركا قبرك اللي بيجي ما هدي سان لقير أسان ده ما طابا قش امتحان ما الله تلقل امتحانك الله قش قفك لكن انت نف بحين بالله مدى الله وحكرا ايضا مهيمة قفك مركا نف بحي هخصب هدي وكلمة وديه واي وكال هديهن وقل هديهن هده قل ده هديد وحلقه يابا حالات وكجر وحالات هديد استرس و انو كورا ده ما بده حيو وهل كان يكون نفوه يسوى ده لا إله إلا ديني مركز لا مرضه مركز سوكل أكتي سنبالش لا إله إلا الله لا إله إلا الله إساك عدد الله بإذن سبحانه وتعالى ثم ظل يقول حتى مات وقد أوصى بعصية صغيرة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل يرو نبي قوذان جري بوحي ربشان بأن تدفن معها ليلة أصبر ليلة حبار فوضعت بين جنبه وقميص مركز سوحة ربي قميصك لوحري ومرضي لوحري يدين عيسى انت قد حيسا الله دي اشي يري ساسو مركا قبرك لو حبال هني ان انس بن مالك الانصاري على ما اسبغه الله عليه من خير على النهي تاس ونبغادين ان انس بن مالك وحا الى هيسا وفر ونعمه وخيرا فقد عاش في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم الاعظم نبي الاعظم اي رعايني سكن ولا الى لنتيس 10 سنوات كاملات تواصل ابعد وكان ثالث 2 في رواية حديثي هما أبو بكر أبو هريرة وعبد الله بن عمر سدح الروع والنبي صلى الله عليه وسلم أدبح وجوري ومرك أبو هريرة لقاهض عبد الله بن عمر نك سدح أبوها وجزاه الله هو وأمه الغميساء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إسا يهودي غميساء إسلام كالله كأبا المري خير الرنبا إن مركض المرمى يقص من يا نقاط رب الله تنهينا وميدو هريو هرامبا هويدو الدور كيدا لادا والد فيسيسة المها تربيينتو الدور وين بروتي كلهين أنس بعد الله جل وعلا تي إلهي كسوكو وحاركا سوق جارسي وهويدي مركا يدبكا دبتا ساقو هاي سهدي أي وحكا لو شيقي لهيدو أي قبيادي رارا سوما عاقين أي قدو الأقرين لكو أقرين لهيدو أما باشاك حرير أو شيقي لهيد ما أنت ماشا من كهريمو يرركو إني لصوك عام أي نقضان ضد إسلام كدفاع بودين تندفاع وحن نقضى إن أحضار ربطان هرطة كو مركا إلا تساريه مركا سألو بهاي مركا إن بحقوق قرأ ودقاها مركا خيرك الله وشبه ووحا الله وحا الله وانقرنا خيره
dhagahooda waxa lagu rimanay khayr ay yihiin, waxa loo sheegay inay khayr yihiin, taas marka loo baahan. Macnaheedu tarbiyadu ma aha duruus la dhiga, ma madaris waxa lagu dhigay jaamacad, macna ma sameeyneen, waa qof xisaab dhigtay maanta hal maama. Laakiin tarbiyada dhabta ah waa hooyada waxa ay gudbinaysa, hooyadana runtii dowrkeeda marka leh waa meesha mali axmed shawqi al-umma madrasa, hooyadu waa madrasa wey, madrasadana waxay soo saaraysaa wax marka la taaban karo, taas waa mid. Midda labaad waxaad arkaysaa ilmaha waxaad ku shubatid unbaa ka soo baxaya, yacni softwarekaas waxaad ka buuxisid wey, waxaad ka buuxiso khayra khayrkaasa soo duxay biidinillahi subxanah wa tacala. Waxaa kaloo ka qaadanaysaa nebiga sala allahu slam sida loo jeclaa, nebiga insaan loo jeclaa dad ree ansaar weligood ma arkin, way maqleen nebiga soo socdoun bay maqleen, laakiin waxaa ka soo horreeya safiirulislaam baa ka soo horreeyay, halkaa markii danjirihii ugu horreeyay uu yimid oo muscab uu yimid oo gur walbaba uu garaacay oo dadkii uu ku khuruujay oo nin walba u sheegay, dadka qalbigooda markay buuxsantay, yani waa qulubtii baa buuxsantaa ka wada, waxay ka buuxsantay ama la buuxsantay nebiga sala allahu slam jecelkiisa. Waxaa kaloo haddana laga qaadanaya tobankaasana nebiga sala allahu slam alay wasalam wuxuu hal feature buu noo sheegay, bise hal qeyb uu yiri nebiga tobankaas sana aan la joogay wax xumaana afkiisa kama hayo, waxaanan samayn waxaan u samayn weydii ima dhihin, waxaan samayn maxaad u samaysay ima dhihin, tusaalena uu inasiiyo maalin dan intuu u dirtay oo meel kale intuu aada nebiga suula hadlo aragtay. Tan waa muhiim, iyadana waxaa la saxay yararka dhoola caddaynba wax lagu saxay, xoog wax laguma saxo. Innaga dabcan haddaan nahay culturally violenciga waa isaga dhalano, inaan dirbaaxina kala dul dhacno ama hadal adag aan dhahno, laakiin inaad xoogaa u muujisid inuu khaldamo aawey su-aashaa keliya ku filan wey, taasa darsi u noqonayso ilmuhu markaa allabiyu bilishaarati yafham caqlina wey leeyihin. Nebiga sala alla sla slam saasu ciyaalku la dhaqmi jiray, gacan ma qaadin ma tumin, nimanka karakateerka noo sameynaya waa terrorista dhahaya nebiga saan ma ahayn, lama hayo fi taariikh isagoo gacantiisa haweeney marka la aaday oo garaacay, lama hayo isagoo ciyaal garaacay, lama hayo nebiga sala alla wasalam. Waxay ka mid tahay waxyaabaha nebigu raxma ilaahi subxaana wa tacaala soo diray. Waxaa kaloo haddana laga qaadanayo yararka lala dhaqmay kelimaadka quruxda badan ee arag, yaa anas meeshuu ka dhihi lahaa unays buu leeyahy, yaa bunay buu leeyahy, weli nebiga isaga ma dhalina waa loo keenay inuu khidmay loo keenay, haddana wuxuu kala kulmay intaa in lamida iyo ziyaadaba. Waxaa kaloo haddana laga qaada nebiga sal alay slam haddana intaa marka wuxuu sheegiyey mawaacid waa muhiim, duruusta iyadu rasmiga ah ee baxda ee sida muxaadaraadkan oo kale wax laguma barto, waxaa lagu bartaa qofka marka lala joogo in la yihaahdo saana waa loo tukadaa, kaalay raac masjidka markaa soo gashay aad hore ka fariisan labada sunna inaad adoo tukanay inaad arag salaada marka laga bilo adoo wardinay inuu ku arko ayaa tarbiyada ugu wanaagsan oo gudbiya. Waxaa kaloo laga qaada nebiga sala slam ducadiisu inay tahay duca markaa aan runtii laga tegijan dardaarankaa meesha kala tegeyna wuxuu yihi, oo nebiga uu u dardaarmi anas bin maalik, innagana aan rabno maanta laga bilaabo nolosheena qayb ka mid inay noqoto, wuxuu yihi nebiga sala alay wasalam, anasoma kuu dardaarmi ay dhegeyso markii la waabariisto, markasood waabariisatid iyo markasoo gambalka u dhacayo, ha seexanin iyadoo qalbigaa rashi ku jiro adoo qof muslim u caraysa, adoo qof muslimi khiyaamaynay, adoo marka xubi ku fakaray dardaarankaa meesha aan kala tagno. Waxaan kaloo meesha kala tegeynaa maanta nebiga oo la jeclaadana halka jannada lagu gaari laha inayt, waxaan kaloo kala tegeynaa dardaarankan ah guryaha markaan dib ugu laabanno inaan assalaamu calaykum ta aan badinno, assalaamu calaykum badi islaamtu waa ku tira wasdhexayaaka maanta waxbaa ka khaldan, assalaamu calaykum taas maxaa yeele baraka meesha ku jirta, wa ilaahuna bilahi tawfiq.